أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مقال وتعليق. معانا الأستاذ العظيم كمال غبريال. أهلا بك أستاذنا، منورنا، يا اهلا بيك. مرحبا. انت بتديني اللقب العظيم ده بقى، يعني الله. ده معلش بقى، معلش معلش معلش، ده بقى يعني حاجة كده عفوية يعني، ما الواجب. لا والله أبدا، دي حاجة عفوية وحاجة صادقة جدا تعيش يعني. يا امير، تعيش حبيبي. في الحلقة الثانية، احنا دلوقتي في الحلقة الثانية من المقال بعنوان إشكالية في البدء كانت الكلمة. ممكن يعني عشان نحط المشاهد في الصورة كده، نتكلم شوية عن المقال ده وعن النقطة اللي احنا وصلنا ليها وبعدين نكمل. تفضل يا أستاذ كمال. هو احنا في الجزء الاول اتكلمنا عن ان فعلا الـ يعني بداية الانسان كان بيشاهد افعال وبيحاول بتفكيره انه يفهم هذه الافعال، فلم يكن التفكير اكثر من محاولة لفهم الواقع، محاولة لفهم الفعل. الفعل ده كان عبارة عن القوانين الطبيعية وما تحدثه من زلازل وبراكين، بيحاول يفهم ايه الحكاية، النار ايه، حتى افعال الحيوانات وسلوكها مع الانسان اللي بتهاجمه اللي مش عارف. يعني كان الانسان بيحاول يفهم الفعل، فكان الفعل هو الاساس والفكر جاي مجرد فهم هذا الفعل. إيه اللي خلى الإنسان بعد كده يتصور إن الفكر ده يعني شيء منفصل بذاته وهو اللي ممكن يخلق الفعل؟ ما ده يعني شيء عجيب اللي إحنا هنناقشه في الجزء الثاني ده من المقال، ونرجو إن إحنا نقدر نخلص هذا الجزء في الحلقة دي عشان نبدأ في الحلقات الأخرى نشوف باقي أجزاء الموضوع ده، اللي هو يعني ده بعنوان إشكالية في البداية كانت الكلمة. واحد على ثلاثة، في كمان اثنين على نعم ثلاثة بيتكلم عن الهوية، وثلاثة على ثلاثة بيتكلم عن الخصوصية. خصوصية فنتعشى نقدر النهاردة نخلص هذا الجزء الأول. إنما برضه الحقيقة في يعني ملحوظة أنا كتبتها النهاردة في بوست، أحد البوست كتبته النهاردة، يعني مترتب على الفصل ما بين الفكر، إن تصور إن الفكر ده شيء قائم بذاته خارج عن الفعل وما يحدث على أرض الواقع، ده غير التصور بتاع إن الفكر ممكن يوجه الواقع، هما الحقيقة مرتبطين ببعض. تلاقي إحنا كمصريين وقد يكون كشرقيين، بس أنا يعني شرق الأوسط عموما أو الشرق عموما ما أعرفش، إنما أنا اللي أعرفه فعلا المجتمع المصري إن إحنا في انفصال تام في ذهننا ما بين الفكر وما بين الواقع. ما نعرفش، ما عندناش يعني ما عندناش فكرة ان احنا المفروض ناخد فكرنا من الواقع. احنا بناخد فكرنا من حتة والواقع ماشي في حتة تانية. والحقيقة دي يعني صفة يعني نصها وحش ونصها حلو. هنقول الأول النص الحلو، والنص الحلو عظيم جدا، ان رغم ان افكارنا يعني بائده و و و و وقائمه طويله من الصفات اللي تقدروا تستنتجوها من غير ما اقولها، انما حياتنا وسلوكنا حلو مش بطال، كويسين قوي كويسين قوي، يعني مش عاوز اقول كويسين قوي، لا اقول كويسين، بلاش كويسين قوي، احنا كويسين على مستوى الفعل، احنا ناس بنتصرف بعقل وبنتصرف بعقلانية وبنتصرف ببراجماتية، بنشوف مصلحتنا ايه ونعملها،
ده غير الفكر بقى. احنا يعني الحته دي اللي بيتك عليها المقال او بيركز عليها المقال، يعني فكري المفروض اخدم الواقع، مش اروح اجيب الفكر من الاجزخانه واجيب الفعل من عند الجزار او من عند البقال. ما اروحش اجيب الفكر من رفوف المكتبات اللي عليها كتب صفراء بيعلوها التراب، ده الفكر. والفعل والفعل واقعي فعلا حلو كويس، يعني كل التحية لهذه الصفة في شقها ان فعلنا فعلا حلو. يعني تلاقي مثلا ايه، بنتكلم لو اتكلمنا عن العمر وعن الطبيب الشافي وان الشفاء جاي منين ومش عارف ايه، تلاقينا بنروح ناحية القسيس وناحية الشيخ عشان يدعي لنا ويصلي لنا عشان عمرنا يطول وعشان نخف. انما واقعيا فعلنا احنا جاري على الدكتور، تلاقي فكرنا ان يعني ان احنا ملناش حيلة في رزقنا ولا لنا حيلة في اي حاجة خالص. اما نيجي نتكلم ونقعد يعني ندردش او نتكلم كلام كله ان احنا يعني ملناش في ايدنا في نفسنا اي حاجة خالص، وتلاقي واقعيا سلوكنا احنا بنشتغل للنهار، وتلاقي الفلاح بيكد في الغيط بتاعه والعامل في بتاع في على المكنه والموظف بيشتغل شغلتين وثلاثه عشان يجيب اكل لعياله. فكرنا حلو، فعلنا حلو، لكن فكرنا بنروح نجيبه من حتة تانية. طب يا باشا ما تاخد يعني اما اجي اكلمك يا احمد، انا عايزك تشوف حياتك ايه في حياتك انت بتعمله في حياتك، وتكلمني بما تعمله في حياتك. انت راجل مجتهد يا احمد يا حرقان، وراجل يعني مقطع روحك ليل نهار في العمل، واجي اما اتكلم معاك تتكلم ان البني ادم ما يملكش لنفس حاجه وان مش عارف ايه. الله الله، تناقض. هذا التناقض يعني حلو في شق ان كويس ماشي ماشي، بدل ما كان يبقى يعني فعلنا زي فكرنا كانت تبقى مصيبه. انما احنا الحقيقه الحياه مش مديانا فرصه نهجص، احنا واحنا بنتكلم بنهجص، انما نيجي في الفعل ما تبقى يقدرش الفعل يكمل. ليك عادي. طب انا اقول لكم على حاجه، يعني انا مش بجمل الوضع مثلا الطائفي في مصر، ولا انا من اللي بيحط ورد على قبور، انما واقعيا احنا بنسمع على الفيسبوك الهيصه اللي يا ترى نترحم على المسيحي ولا ما نترحمش، نعيد على المسيحي ولا ما نعيدش، ده واحنا بنتكلم، لان الفيسبوك منارة كلام. انما في الفعل الحقيقة جيراننا وحبايبنا وزمايلنا معانا في كل حاجة، معانا في العيد بيعيدوا علينا، معانا لو فيه ميت، معانا واقفين معانا ايدهم قبل ايدنا، معانا لو فيه مريض. يعني اقول لكم ايه، يعني بالعكس اللي بي يعني هم اللي يعني انا حصلت معايا ظروف اللي نجدني، كل اللي يعني ظروف يعني كانت حادثه واللي نجدني كل يعني جيراني المسلمين، حبايبي هم اللي خدوني وشالوني وودوني وجابوني. ف ده الواقع الفاعل، انما هم الجيران دول نفسهم، حبايبي دول نفسهم لو قعدت تكلمهم وعن ده كمال غبريال ده كافر ولا مش عارف، هيطلعوني كافر وهيطلعوني رايح النار ورايح في 60 داهية وهم بيتكلموا، انما وقت الفعل هيجوا يقفوا جنبي وانا عيان، واذا كنت ميت او عندي ميت هيقفوا كتفهم بكتفي، واذا كنت بعيد هيهنوني ويعيدوا عليا وهيفرحوا الفرح ويزعلوا زعلي. احنا على مستوى الفعل حلوين. طيب هل معنى كده ان مفيش
أهمية للفكر. يعني ماشي ماشي، خلينا نهجص وقت ما يكون في كلام وفكر، نهجص ما دمنا وقت الفعل كويسين. ممكن، هو ممكن، وغالبا هو ده مصيرنا اللي مش هنقدر نهرب منه. بس لازم نبقى عارفين ان في الحالة دي بيبقى احنا مفعول به، ما بننتجش حضارة، ما بنبدعش في الحضارة، احنا مفعول به. احنا عاملين زي حجر بيجي تيار نهر الحضارة يزق الحجارة دي قدام منه، بنبقى مفعول به دايما دايما. الاستعمار والغرب اللي احنا بنقول عليه بيعمل علينا مؤامرات، هو فعلا بيعمل علينا مؤامرات، بس مؤامرات ايه؟ ان يحركنا من جمودنا، يخلينا يعني اقرب للبشر، بيحاول معانا على قد ما يقدر، بيجرنا يعني، سواء دي بتصرفات او بسياسات فعلا مدبرة من الغرب، او هو طيار الحياة نفسه. انا بضطر اتطور مع الموبايل، بدل ما كنت بتكلم بتليفون ابو منافله اللي كان عند العمده، حتى ده برضو مهاجيلنا من الغرب، برضو كنا بنتكلم الاول في كوز كده عشان نسمع بعض. فاتطورنا، اتطورنا دلوقتي معانا الموبايل، اتطورنا يقدر احمد حرقان رغم انه يعني في تفكيره ارثوذكسي، او كمان غبريال في تفكيره ارثوذكسي، انما خلي الارثوذكسيه دي اما يجي يهجص، انما اما يجي يسجل فيديو هيستخدم العلم الحديث. هو كده احنا هنبقى مفعول به، ما احناش من الامم اللي هي بتدفع قاطره الحضاره الانسانيه لقدام، ده احنا مفعول به. الحضاره بتجبرنا ان نكون متحضرين، ولما بنيجي نتكلم بنقعد نلعن في الحضارة وفي اللي عملوا الحضارة، وهندخلهم كلهم النار، وإن دول كلهم يعني البلاد المنتجة للحضارة دي بلاد فاسقة وفاجرة وكل الكلام، ونقول ماشي 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 ماشي. يعني أنا أعتقد إن إحنا مش هنقدر نتخلص من الحالة دي، بس يعني بمناسبة هذا المقال يعني بقول إن إحنا مش بطلين يعني. يعني المصري يعني هذا الفصل ما بين الفكر والفعل في دماغتنا، يعني زي ما قلت لك كده، انا اما عاوز فكر اروح الكنيسه اجيب فكر، او اروح عند الكتب بتاعت المصريين وعصر الستينات السعيد واجيب فكر، واما اجي الفعل اجي الفعل بقى بتصرف برشادة، بتصرف برشادة برشادة. قدامنا كوافير حريمي، قدام بيتي كوافير حريمي، يعني هو اكل عيشه على ان هو يسرح شعر الستات، ومراته كانت منقبة ماشي، يعني هو فكره خلى مراته منقبة وأكل عيشه إنه يسرح هو شعر الستات. يعني فكره ما امتدش من رأس مراته، ما امتدش إلى إيده هو إن يتوب عن جريمة تسريح شعر الستات عشان ما يقطعش أكل عيشه، وهو رعى أكل عيشه وفضل يسرح شعر الستات كبراجماتية وحياة على مستوى الفعل، وعلى مستوى الفكر كانت مراته منقبة. أوكي، هؤلاء هم المصريين. يعني سواء أنت يعني استوعبت الحالة دي أو استنكرتها أو حبستها، بس ماشي يعني ماشي، يعني لحسن حظ الراجل ده، لأنه أكيد ما يعرفش يشتغل حاجة تانية غير كوافير حريمي، لحسن الحظ إن فكره ما ذهبش إلى إيده وخلى إيده ثابت عن لمس كتبت وتسريح مقال، شعر انت الكتاب. تناولت موضوع الازدواجية دي في مقالاتك، في مقالات اخرى احنا بنتكلم عليها. والحقيقة دي يعني زي ما قلنا، دي فيها جزء إيجابي أو فيها وجه إيجابي. وجه إيجابي إن إحنا حياتنا ما تنيلتش ب 60 نيلة بسبب أفكارنا، إحنا مش بطالة.
والوجه السلبي ان احنا يعني مجرورين مجرورين، ما احناش قاطره في تقدم البشريه وقاطره في للتحديث، لا ده احنا احجار بنمرها بالعافيه، واحنا بنصرخ واحنا بنصرخ وبنشتم في اللي بيجرنا. ماشي، نبدا المقال يعني نستكمل المقال. نعم، نبدأ من حيث وقفنا الحلقة اللي فاتت. أستاذ كمال بيقول إذا كانت الإجابة بنعم يعني على السؤال ده، اللي هو هل دمار الضحايا التي قدمتها البشرية كانت ثمنا لاعتناق، في البدء كانت الكلمة، فبيقول إذا كانت الإجابة بنعم يعني نعم كانت الدمار والضحايا دول اللي قدمته البشرية ثمن لاعتناق، في البدء كانت الكلمة، ستبدو تعميمية ومتطرفة، فإن علينا أن نكتفي بالقول أنها أحد الأسباب، ويبقى التساؤل عن سر رواج واستمرار تصور مركزية الكلمة طوال تلك الدهور. لماذا استمرت؟ أيوة. بدأ الإنسان بجمع أفكاره من واقع التجربة، وكانت وما زالت التجربة مجهدة ومحدودة لتواضع إمكانيات الإنسان خاصة في البدايات، وكان خياله قد أخذ ينمو بحرية وبمعدل أسرع من معدل نمو قدرته على الفعل والتجربة. يعني هو الإنسان أما حصل تطور في مخه وتطور في وعيه للوجود، ابتدى يسأل أسئلة كتير قوي، وزي ما قلنا في الجزء الأول في المحاضرة اللي فاتت، إن كان ما يعلمه الإنسان هو نتيجة خبراته اليومية، زي ما اتكلمنا عن مثلا عرف النار وإنه إزاي يعني يستخدمها في الطهو وإزاي يولع بيها شوية قش من التجربة العملية، اتعلم كده واتعلم انه ازاي اما يطهي طعامه هيبقى طعمه احلى من انه لقى حيوان بقرة او طور او خروف اتحرق في نار حصلت في الغابة، فجي يدوق طعمه لقى طعمه احلى من طعم الخروف لما كان بياكله او اي حيوان تاني بيذبحه وبياكله ني، فابتدى يطهو الطعام. الحاجات دي كلها اكتسبها الإنسان من الواقع العملي، إنما تطور وعيه خلاه بقى يسأل أسئلة كتير، وحجم خبراته اليومية ما كانش بيغطيها، فابتدى يسرح بخياله. يعني مثلا كان بيستعجب على على البرق والراح، ايه اللي بيخلي البرق يحصل وبيخلي الرعد يحصل، فيعمل ايه يعمل ايه، يتخيل ان هو امكانياته الماديه ما تخليهوش يقدر يعمل اختبارات ويفحص الظاهره دي، ففكره يروح بقى لايه، لملائكه او شياطين بتضرب السحاب قوس قزح اللي بنشوفه في السماء لما تتكاثر الغيوم اللي بيظهر فيه ألوان الطيف. ما كانش عنده مختبرات تقول له إن الضوء الأبيض مكون من 7 ألوان مختلطة مع بعض، وإن السحاب اللي موجود في السماء ده بيعمل يعني انكسارات، إن الألوان السبعة دي هو الطيف اللي بنشوفه ده في قوس قزح الالوان دي، لان الطيف الضوء الابيض مكون من 7 ألوان كل لون لها طول موجي محدد. وجود السحاب المتكاثر في السماء بيعمل عملية انكسار لكل طول موجي له انكسار درجة انكسار معينة، فيقوموا ايه الضوء الابيض يتحلل الى 7 كده يبان لي شريط قوس قزح ده في السماء. الكلام ده كله ما كانش هو الانسان عنده المعلومات او عنده الالات او عنده المختبرات اللي تخليه يعرف الكلام اللي انا قلته لكم ده دلوقتي.
يقوم ساعتها تفكيره يسرح سرحان حلو قوي. يعني في سرحة حلوة قوي في الكتاب المقدس، إن القوس ده، قوس قزح ده، عبارة عن يعني ميثاق لعهد بين يهوه وبين البشر، إنه ما يغرقهمش تاني بعد الطوفان، وإن لو السحب كترت في السماء كده هو يهوه هيبص للقوس ده ويفتكر إنه قطع عهد مع البشر إنه ما يغرقهمش تاني خلاص، وإنه حرم وتاب وبطل يغرق البشر، ويلحق ينتبه، يلحق نفسه وما يغرقهمش. هي سرحة جميلة قوي، هي سرحة جميلة سرحها الإنسان ليه؟ يعني الفقرة اللي هيكملها لنا أحمد، الإنسان سرحها ليه؟ لأن هو يعني عنده أسئلة، إمكانياته للاختبارات ولإنتاج فكر من الواقع ما كانتش تسعفه إنه يعرف، فكان بيسرح بدماغه، بيسرح. ها كمل لنا يا أحمد. أي كان معدل توارد الأسئلة أكبر من معدل الإجابات المستمدة من التجربة، فكان أن تطوع العقل بإجابات منفردة، ومع الوقت صار لدى الإنسان نوعان من الأفكار لم يستطع في البداية التفريق بينهما. النوع الأول خصب ووفير ومدهش، وهي الأفكار التي خلقها العقل مستعينا بصور الواقع دون أن يلتزم بالعلاقات الطبيعية الواقعية بين تلك الصور، فخلق عالما موازيا مبهرا. والنوع الثاني بعده أيوة. طفل لكنه اللي هو بدء الإصرار. اللي هو النوع زي الأول ايه يا احمد؟ اللي هو زي تفسير ايه؟ زي الحته اللي قلناها دي بتاع قوس قزح، زي مثلا حته برضو ان الملائكه او الشياطين بتضرب السحاب بقرباق يقوم يعمل الرعد ويعمل البرق، ما هي دي من خبراته الايه؟ هي دي من خبراته صحيح. الحياتيه، ان هو لما يكون عنده حمار او عنده حصان ويضربه يقوم الحصان يجري ومش عارف ايه. فهو اخذ الخبره دي وبطريقه مشوهه خلى في ملائكه ماسكين كرباج بيضربوا السحاب، يعني لكن صح سرح منه عشان ايه؟ عشان يجاوب سؤال هو عايزه، كده. هو عايز يبقى فاهم البرق ده ايه. الراجل بيبقى نايم في الخيمه او في العشه بتاعته هو وعياله، ويلاقي الدنيا بترعد فهو بيبقى خايف، فنفسه يفهم ده ايه. بس انت بتوصف ان هو خصب ووفير ومدهش علشان خاطر عشان خيال، عشان عنصر الخيال الممتع فيه. جميل جميل لما يكون ملاك كده بيضرب السحاب كرباك كده ويطلع شرار كده، والسحاب بقى يجري من الكرباك يقوم يخبط في بعضه يقوم يعمل البرق ويعمل الرعد. حاجة جميلة جدا ده، يعني كلام جميل. ده اجدادنا كانوا حلوين قوي، كانوا عباقره يعني، يعني خيالهم كان جميل، احنا خيالنا مسجل. والعلم كمان جميل بس محتاج صبر وتعب، بس العلم العلم ده كمان موضوع جميل. تاني بقى، العلم اللي يقدر عليه بقى والعياذ بالله. بس ماشي بدنا بنوصل برضو لنتائج مدهشة وجميلة ومبهرة برضو، بس بطريقة أخرى يعني، مبهرة بطريقة صح. بصحيح بقى، مبهرة بصحيح. بالظبط. بالظبط. ماشي يا النوع الأول خاص بوفير ومدهش، وهي الأفكار التي خلقها العقل مستعينا بصور الواقع دون أن يلتزم بالعلاقات الطبيعية الواقعية بين تلك الصور، فخلق عالما موازيا مبهرا. والنوع الثاني بعده طفل لكنه ينمو بإصرار ليحقق للإنسان حياة أفضل، متخذا صورة الخبرة التجريبية، فصنع الإنسان أدواته ومسكنه وملبسه، بل وأوصلته لصنع الأهرامات العظيمة. ولم يكن الوقت قد حان بعد لظهور نتائج العلم التجريبي بصورته المنهجية النظرية والرياضية، والتي راحت سريعا لتطبيقات على مستوى الفعل بمسمى التكنولوجيا لتحل محل الخبرة التجريبية. يعني هي الحقيقة الأهرامات مثلا الإنسان قدر
عن طريق الخبرة العملية المحضة وقبل ظهور العلم. العلم كساينس بمناهجه ده بدأ مع اليونان فقط. المصريين ما كانش عندهم العلم المجرد، لم يعرفوا العلم المجرد، اللي كان عندهم كان مهارات تجريبية عملية قدروا بيها يعملوا المعابد العظيمة دي كلها اللي بقي حتى الآن، قدروا يعملوا الأهرامات. ده ده غير الخيال بقى، ده خارج مسائل الخيال والكلام ده. لا ده علم، يعني مع التحفظ على كلمة علم، قلنا العلم بدأ مع اليونان بعد كده، إنما ده يعني نسميها مهارات عملية قدرت توصلهم إلى أن يعملوا يعني عجائب، يعني عجائب، واحدة من عجائب الدنيا السبع الأهرامات، ده غير التماثيل وغير، يعني العالم كله بيقدر، وجميع متاحف العالم العظيمة فيها إنتاجهم اللي هو الخبرة الواقعية، التشغيل، خبرة العمل والمهارات اليدوية. بعد كده دخلنا مرحلة العلم اللي هو بيطبق في تكنولوجيا. نستمر يا أحمد. تمام، انا قبل ما نستمر هناخد فاصل قصير جدا. نذكر الاصدقاء بالاشتراك في القناه ودعم الفيديوهات بالاعجاب، ورابط قناه الاستاذ كمال غبريال موجود في اللايف شات. في طبعا القناه بتاع الاستاذ كمال غبريال عليها حلقات مهمه جدا مش موجوده غير على القناه بتاع الاستاذ كمال غبريال، ما لقيتهاش في اي مكان تاني. فاتمنى تشتركوا في القناه، وكمان جميع الفيديوهات انا هحاول ارفع اي فيديوهات الاستاذ كمال غبير على القناه بتاعته، عشان انا ليا شرف ان انا اقدم فيها. فاتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه دلوقتي واحنا بناخد الفاصل. شكرا جزيلا. أهلا بكم مرة تانية. كان الإنسان، كان هناك إذن وما زال أهل الفكر المحض، مع التحفظ على يعني جدية كلمة محض، مع التحفظ على جدية كلمة محض، وأهل الفعل اللي هم الشغيلة من العامة، كل ينتج بطريقته. ولقد كان المصريون القدماء روادا في المجالين، لكنهم في الفعل كانوا أعظم الجميع بمقاييس زمانه. يعني هم في مجال الفكر المحض برضو كانوا ايه، اللي هو اللي طاير في الهواء ده، كانوا يعني جامدين قوي. هم اللي اخترعوا لنا يعني ايزيس واوزوريس والحكاية والرواية والعالم الاخر وتحنيط الاجساد عشان تبقى يقوم في العالم الاخر ويبقى معاه الاكل بتاعه والكلام ده، كانوا جامدين يعني. التهجيز ده يعني نقدر نقول ان هم يعني هم مصدر هذا الهجس الكبير قوي، وان في حيوان في الاخر بياكل الاشرار، يقعدوا يوزنوا القلب قدام الخطايا اللي عملها الميت، وان طلع ان قلبه طب ايه
يروح النعيم، النعيم بتاعه، النعيم الأخروي المصري كان هو إنه يرجع أرض مصر، يرجع إلى الحقول المصرية الجميلة. يعني إن مواصفات اللي هي الإنسان الصالح، النعيم اللي هيروحه إنه هيرجع تاني يعيش في الحقول الخضراء الجميلة المصرية الجميلة. والحقيقة كانت مصر فعلا هي تصور الجنة. يعني حتى في عبارة كانت جميلة. جميلة. كانت في عبارة في العهد القديم موجودة، بيقول لك إيه؟ كجنة الله كأرض مصر. فهي فعلا الجنة في التصور الفرعوني القديم إن هو الإنسان الصالح هيرجع إلى الحياة تاني ويعيش في الحقول الخضراء. إنما البني آدم الوحش بقى ده في حيوان هيلتهم ويريحه مش هيفضل يتعذب ويتشاور للأبد في هيفضل يتعذب باستمرار. هيريعه. فحتى يعني حتى الجحيم بتاعهم كان يعني كان رحيم، ما هو ياكله هيرتاح، ما هو تو ما كلوه خلصت. هيرتاح. فهم برضو الفراعنه كانوا يعني لهم باع طويل، زي ما كان لهم باع طويل في التشييد وبناء المعابد وبناء المقابر والأهرامات، كان لهم مجال في الهجص الجامد قوي ده، وهتلاقي يعني تأثيرهم ممتد. كل الأمم كانت كده صح؟ كل الشعوب يعني. بس هو يمكن لأن المصريين أول الشعوب أو من أول الشعوب، فاللي أسس هواة يعني. الحضارة. هواة. فهم يعني بينسب لهم الفضل، يعني هم هم ولا يعتبروا ولا وحضارة بلاد الرافدين. محاضرة بلد. الحقيقة المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي بيقول في كتابه الإنسان وأمنا الأرض، إن السومريين هم أول من زرع. السومريين نزلوا في مستنقعات نهر الفرات عند مصبه في الخليج العربي، وقدروا إن هم يجففوا في المستنقعات دي ويزرعوا فيها، ومسجل تاريخهم في الكتابة اللي بنسميها الكتابة المسمارية، الخط المسماري، إن دول أول من زرع. بعد كده المصريين زرعوا نهر النيل، وحتى الراجل الحقيقة بيذكر لهم، يعني بيذكر للسومريين فضل إن هم كانت مغامرتهم أكبر من المصريين، لأنهم نزلوا في الأوحال يزرعوا في المستنقعات بتاعت، لأن كان نهر الفرات ودجلة بيتجمعوا في المنطقة دي، منطقة السومريين في الجنوب، وبيتحولوا إلى مستنقعات، نزلوا المستنقعات ولم يكن لهم ملجأ غير المستنقعات، وبالتالي كانت مغامراتهم أكبر، مش يعني أعظم فيما شيدوه، إنما يعني عرضوا نفسهم لمغامرة أكبر من المصري اللي كان بيزرع النيل وعنده الجبل. فما كان النيل بيفيض كان بيلجأ للجبل في فترات الفيضان ويرجع تاني ينزل لما المهم إن يعني سواء السومريين أو المصريين، يعني هو الإنسان، هو الإنسان. والحقيقة اللي احنا لازم نعرفها برضو ان لما العالم الغربي والعالم المتحضر وامريكا مثلا اما بيهتموا بالحضارة المصرية، مش لانها مصرية، هم بيعتبروا حضارة الانسان، يعني هي حضارة الانسان مش حضارة، يعني كان يعني قامت على اكتاف مصريين، انما هذا المصري هو انسان، وبالتالي هم بيحتفوا بالحضارة وبمن صنع الحضارة، وباعتبار من صنع الحضارة إنسان أيا كان جنسيته أو لونه أو عرقه. ماشي، نعم. اتفضل نكمل. لكنهم في الفعل كانوا أعظم الجميع بمقاييس زمانهم. أهل الفكر يبثون أفكارهم قولا ثم كتابة، ولا يكادون يبلون أطراف أصابع أقدامهم في بحر الفعل،
وأهل الفعل في الجانب المقابل لا يكادون يجيدون غير الفعل والإنصات لأهل الفكر والسلطة والاستمتاع بإنتاجهم المدهش الذي تعوضهم أحلامه الملونة عن شقاء واقعهم. لكل ما سبق تغلب الفكر المتعالي وسادت مركزية الكلمة، فكانت الأساطير والسحر والأديان ثم اليوتوبيات والتراث الفلسفي العظيم والإيديولوجيا، واحتاجت البشرية لعشرات القرون لتعلن أخيرا موت الإيديولوجيا والميتافيزيقا ونهاية التاريخ المؤسس على الفكر المتعالي. خلاص احنا يعني دلوقتي العالم او العالم المتقدم، مش العالم المسحوب رغم انفه او المجرور رغم انفه. خلاص حكاية الايديولوجيا دي، خلاص انتهت الايديولوجيا وانتهت مش عارف ايه، يعني كل الحاجات دي خلاص بقت من التراث الانساني، وبقى دلوقتي في البراجماتية. البراجماتية البراجماتية يعني اسم جديد نشأ في فلسفة من الفلاسفة الأمريكان، إنما هو اسم يعني شأن جميع الأفكار، بيبقى صيغة جديدة لفكرة قديمة. البراجماتية اللي تغلبه العقل، بس هنا اللي تغلبه ايه؟ العبه يعني ايه؟ مش يعني اخطف واجري، لا، هو اللي تغلبه اللي نغلبه جميعا. انما اللي تغلبه العبه بصيغه الفهلوه المصريه ومش عارف ايه، ده ما هو مصيرك يعني، او اللي يعمل كده مصيره هيجيبوه من قفاه ويرموه في السجن اذا كان هيخالف القانون. انما المقصود انه ما يفيد هو ما نذهب اليه، ما صحيح، يحقق نتائج الصحيح ليس ما استنتجناه من كتب مقدسة أو أيديولوجيات مقدسة أو أي كلام عظيم. لا، الصحيح هو ما يؤدي لنتائج صحيحة. إذا أنا طبقت فكرة ولم تؤدي لنتائج صحيحة، تكون الفكرة دي رديئة. والموضوع ده يعني كنا ناقشناه في صحيح، الجزء الأول من المطار. نكمل. نعم. ذكر الأصدقاء بأنهم ممكن يكتبوا لنا في التعليقات الأسئلة اللي عايزين يسألوا أستاذ كمال إياها، والمناقشات بتاعتهم، ولو حد عنده اعتراض برضو يكتب. وكل التعليقات اللي بتتعلق بموضوع الحلقة هنعرضها على الشاشة ونرد عليها ونناقشها مع الأستاذ كمال غبريل. شكرا لكم. لتكون المركزية من الآن فصاعدا هي مركزية الفعل الموجه بالفكر الأرضي لا السماوي المستنبط من الحقل والمعمل، لا من جماجم عبقرية سجينة أبراج عاجية فكر المنهج العلمي الحديث. ولن يقول المثل الشعبي بعد الآن أن العلم في الرأس ولا في الكراس، لأنه في المعمل والحقل. ولأن نعم نعم العلم ما هوش في راس واحد عبقري زي احمد حرقان غبريال او ابونا فلان او القديس فلان، ولا هو في الكراس يعني في كتب متوارثه، مخطوطات قديمه متوارثه. لا، ده العلم في الحقل وفي المعمل. العلم في الحقل وفي المعمل هو ده العلم. يجي أحمد حرقان يقول لي ده الجمل بيطلع النخل، هقول له ماشي، مش هقول له أنت غلطان يا أحمد، هقول له أدي الجمل وأدي النخل، طلع أدي المعمل واعمل لي التجربة، اثبت لي الكلام اللي أنت بتقوله، أدي الحق ازرع لي فيه. إذا كان السردين بينزرع، أحمد يجي يقول لي ده السردين بيزرعوه زي ما بيزرعوا كده في الغيط، أقول له زرع لي، هات سردينة وزرعها في الغيط، قال لها تطلع لي شجرة سردين. يبقى العلم فين؟ في المعمل وفي الحق، لا في دماغ كمال غبريال وأحمد حرقان، ولا في كتب قديمة شايلها كمال على قلبه
وماشي بيها ويدعي انها كتب دي يعني هي دي اللي فيها الخلاصه كلها. هات كمل. تمام. ولأن في البدء كان الفعل، لن نقول بعد مع ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود، وإنما أنا أفعل إذن أنا موجود. لم تكن الغفلة وراء تأخر هذا الإعلان، فقد كان لابد من تزايد معدل نمو المعارف والأفكار المستمدة من الفعل وتراكمها في جميع المجالات، لتضيق الفجوة أو حتى تنعدم بين طموح الإنسان للفهم وبين قدرته على إنتاج معرفة حقيقية. ما دلوقتي ما انا مش محتاج دلوقتي يعني خلاص، احنا دلوقتي انا مش محتاج الى يعني الى ان نقعد افن الى الفقاقه، ما هو فيه العلم عندي. طب انا هقول لكم على حاجه، في مثال ظريف قوي يعني قريب من اللي احنا بنتكلم عنه. زمان كان لما نروح لدكتور عشان عندنا يعني عندنا اوجاع مش عارفينها يعني، فكان بيبقى الموضوع محتاج يعني الطبيب زمان قبل الان مثلا ب 50 سنه او حاجه، كان بيبقى محتاج الطبيب عشان يكون طبيب فعلا ناجح وكويس، محتاج يكون عنده نوع من الفراسه. نوع من الفراسه يعني بتبقى عباره عن ذكاء مع خبره مع بني ادم يعني عنده حساسيه عشان يقدر يشخص لك المرض. لأن المرض مثلا لو هتقول له بطني بتوجعني أو حرارتي مرتفعة أو مش عارف إيه، ما هو فيك أمراض كتير قوي، فعشان يقدر يحدد لك مرضك فعلا محتاج فراسة مش أي حاجة. بعض الأمراض طبعا اللي هي يعني بتكون مش عادية أو واضحة. دلوقتي الموضوع مش محتاج أي فراسة. يعني كان الأول محتاج دماغ الدكتور ده، إن يكون دماغه ذهب. طبعًا مع خبراته برضه. إنما برضه محتاجة إن هو يكون يعني لماح. دلوقتي أنت بتروح لأي دكتور سواء كبير صغير مش عارف إيه، أستاذ جامعة ولا مبتدئ، يقول لك اعمل لي تحاليل كذا وكذا 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 وأشعات كذا وكذا وكذا وتعالى لي. الحقيقة بقت في المعمل، اللي بيديله بالأرقام تحاليل الدم بالأرقام كذا، تحاليل البول بالأرقام كذا، محتويات البول كذا، الأشعة بترسم له مش عارف إيه الإيه الإيه، الحاجات دي كلها خلاص ما بقاش محتاج دماغ الدكتور لدرجة يعني عاملين يعني دكتور بكمبيوتر. كمبيوتر ممكن يوصف لك، بتدي له انت البيانات دي كلها بتغذيها له، يقول لك انت عندك ايه، مش محتاج بقى الطبيب اللي كان زمان ما يكون فارس ويكون عنده يعني لماح وفراس. الارقام دلوقتي بقت الارقام، الدم في البول في مش عارف ايه، في الصور، في كله في المعمل. الحقيقة فين؟ في المعمل. ماشي. نعم. فعندها فقط تنتفي الحاجة إلى الميتافيزيقا بجميع أنواعها. هل آن للكهنة والفلاسفة وأصحاب الرؤى اليوتوبية السامية أن يبحثوا عن مهنة شريفة يتكسبون منها قوتهم؟ يا ريت آه يا والله. ريت يشوفوا شغلانه عليها الايمان، شغلانه منتجه. يا ريت يا ريت يا ريت. ملاحظات. الكلمة المتعالية بحاجة إلى قوة لفرضها على الواقع، بالإضافة للقوة اللازمة لإزالة الوضع القديم، بعكس الكلمة المستولدة من الواقع التي يكون الواقع مهيأ لقبولها بالحد الأدنى من الجهد. وفي هذا تعضيد للربط بين مركزية الكلمة والعنف على أساس مبدئي. يعني انا اما اكون بشوف ان الفكر
هو اللي ممكن انا اجيب فكر ناس احوالهم مبهدله وانا اجيب فكر من بره كده هو استورده واطبقه عليهم، انا محتاج بقى يعني العالم دي امسك لها بقى كرباك وعلق لها مشانق ومش عارف ايه وايه عشان يتغير احوالهم. ده غير الفكر ما ينبع من الناس نفسها، الناس نفسها بتنبع يعني بتنحو وتنزع الى انها تتصرف بعقلانيه. في فرق ان انا اما اجيب ناس عاملين فوضى مروريه واجيب احط في كل يعني بين كل متر ومتر عسكري مرور عشان اللي يكسر كده ولا كده ولا يزقزق ولا يعمل مش عارف ايه، كله يعني غرامات في غرامات في غرامات. ماشي، ما هي يمكن تنفع. وفي فرق ان الناس نفسها تبتدي تحس ان مشيهم بانتظام في قوانين المرور حسب قوانين المرور ده هيقيهم ويخلوهم يروحوا بيوتهم بسلام وعربياتهم بسلام. هو ده الفكر، الفكر ده لو جال الناس يبقى فكر جاي من الواقع. الفكر المفروض من فوق انه يجي واحد ايه قوانين مش عارف ايه، بلا شك قوانين المرور يعني هو المثل ده مش دقيق قوي طبعا لان قوانين المرور طبعا يعني ما هي متاخده من الواقع اصلا، انما غرضي انك تجبر الناس على شيء انت جاي من بعيد لكن في هم حتى لم في احترام يفكروا. قوانين المرور فرق ما بين الشعوب، في احترام قوانين المرور راجع لتقدير الناس من الأساس لهذه القوانين. تعال شوف يعني في امريكا الناس ملتزمه ازاي، ملتزمه الى حد مضحك يعني انا هي ببتسم مقتنعة كده بالقوانين، مقتنعة بيها أساسا، بتحترمها فعلا. ببتسم كده هم وهم ملتزمين كده يعني. وساعات يكون يعني ساعات نكون في طريق داخل غابات ما فيهوش صريخ من يومين والدنيا ليل وتبص تلاقي في اشاره، تلاقي واقف جوز بنتي واقف كده مستني الاشاره، مستني الاشاره تدي له اخضر، وبيبقى ما فيش كاميرات على فكره نعم يعني صحيح. ومستني هو الطريق زراعه يعني غابات ومفيش حد والدنيا ليل ومفيش حاجه، انت واقف مستني ايه؟ واقف مستني، واقف بيحترم نفسه بيحترم قوانين في ناس المرور جاية من بعض وبيحترم نفسه. الثقافات اللي ما بتحترمش قوانين المرور، هنا برضو بتلاحظ ان في فرق ما بين احترامهم لقوانين المرور وبين السكان اللي عايشين في البلد دي. تحس ان في فرق في لو لقى فرصة ان هو زي اللي انت كنت حضرتك بتتكلم عليه من شوية دي، ما فيش كاميرات ولا حاجة، بيسلك يعني. واضح ان في احترام يعني. ده مثل على فكرة مناسب وواضح، مثل المرور، قانون المرور. نعم نعم انا ساعات لما اشوف واحد يجي كسر كده اشاره كده او يعني مش كسر اشاره، مش كسر اشاره انما كده يعني يجري كده عشان يسبق اللي قدام منه كده بطريقه كده اقول اكيد ده مصري أو على الأقل من المنطقة، يعني من المنطقة الجميلة دي. او المنطقه من الناس اللي هي يعني الفتاكه يعني فتك يعني هو اكيد ده فتك ده جنسيته حقيقي. ايه بقى الفتك ده يعني ما تقدرش تكون متأكد قوي من جسده، انما الاكيد ان هو فتك من أه. اللي هو بيعبوا الهواء في ازايز ويدهنوا الهواء دوك فهلاوي. من فهلوي. ماشي النجاحات التي تحققها الرؤى المتسامية على أرض الواقع وقتية ومظهرية، لا تلبث أن تتصدع، ولا يبقى منها غير آثارها السلبية. نعم يعني زي ما تجيب انت يعني هي الامور اصلها متداخله، انما يعني هنا ممكن نضرب مثلا بان اتاتورك حاول يجبر الاتراك على نهج معين. اي نعم احنا قلنا ان هو اكيد كان معاه كتله حرجه ويعني خلته ومكنته، انما اذا خدنا جزئيا كده ان هو حاول يفرض ولو على بقية الأتراك يفرض عليهم شيء هم لا يقبلوه. احنا شايفين دلوقتي تركيا يعني في هبوط راجع تاني ايه لكن هذه القدرة الحرجة موجودة ولم تتراجع في تركيا، في الحقيقة موجودة، ماشي ما هو وعمل ده الحملات الأخيرة في تركيا غير ما هو وهو نفس الحكاية في تونس يعني الكتلة موجودة وفي تونس بتقاوم
ويمكن ما فيش يعني شيء يبعث على الأمل في كل أنحاء المنطقة دي من المحيط الهادري إلى الخليج الفارسي، لبيك عبد الناصري. يمكن غير الهيئة تونس يعني بتكافح حلو و... والمغرب، آه المغرب الشعب نفسه، الشعب نفسه فيه كتلة حرجة محترمة محترمة. آه 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 فحلو حلو 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 يعني الباقي هو اللي بيبقى، ما هذا اللي بتقوله الباراجراف ده، إن الباقي هو الجزء اللي هو خارج من الناس، خارج من الأرض، خارج من الفعل. المفروض الجزء المفروض بيبقى وقتي، بيبقى وقتي. عموما الظواهر يعني برضو لازم برضو نعترف إن الظواهر الإنسانية أو فيما يتعلق من الإنسان ما تقدرش يعني تطلع قوانين صارمة كل الصرامة. يعني القوانين الصارمة هي القوانين اللي بتطبق على الجماد، الفيزياء والكيمياء والحاجات دي، ومع ذلك أيضا فيها استثناءات. إنما الإنسان ما تقدرش تكون عندك يعني قانون حازم صارم يطبق على جميع البشر تطبيق آلي، لا. إنما هو كل الحكاية إن إحنا بنحاول لكي نستطيع أن نفهم الظواهر أو نستطيع أن نفهم الإنسان، بنحاول نعمل حزم كده من الأفكار أو حزم من التصنيفات نتكلم عليها. إنما طبعا لا تتمتع بصرامة ودقة 100%، لا إطلاقا إطلاقا. الإنسان ما يتجس عليه كده. يعني رد فعل الإنسان، يعني مثلا اقدر اقول الحديد يتمدد بالحراره ينكمش بالبروده. ما اقدرش اقول الانسان مثلا لو انت هاجمته فجاه هيكون رد فعله ايه؟ هيهرب من قدام منك، او انه هيرتد هجوما لك عليك. ما اقدرش اقول بالظبط، لان لو عملت التجربه دي على 1000 واحد هلاقي بعض منهم لو انا بغته بهجوم هيهرب، والبعض لو انا بغته بهجوم هيهجم عليا. فيعني اي كلام عن الانسان يعني طموحنا ما يجبش يصل الى ان نتصور انه هينطبق عليه دقه كامله. يعني تفضل كمل يا احمد. نزيد فضلك، شكرا. وما قد يكون بين ثناياها من أفكار تنتمي لمركزية الفعل، يعني بيقول ولا يبقى منها غير أثرها السلبية، وما قد يكون بين ثناياها من أفكار تنتمي لمركزية الفعل. لان طبعا اي فكره احنا بنوصفها او كمال بيوصفها بانها دي فكره منفصله عن الواقع، هي ما بتبقاش ابدا منفصله عن الواقع بدرجه 100%، لا. بيبقى فيها جزء، واحنا اتكلمنا في الحكايه دي في المره اللي فاتت، بيبقى فيها جزء كده وجزء كده. طب في سؤال هنا على السريع كده، يعني ايه علاقة اسم المقال بتاعنا بالنص الموجود في الكتاب المقدس؟ هو في البدء كان الكلمة، عشان في ناس فاكرنا بنشرح الكتاب المقدس. هو انت عاوز الحق ولا ابن عمه؟ انا عايز الحق جدا، انت عارف يعني انا عايز الحق. الحق انه ان هي العلاقة وثيقة، يعني هي دي يعني. هي دي هو سفر التكوين في الكتاب المقدس بيقول ان في البدء كانت كلمة الإله الخالق، و الموضوع ده بيقول يعني غير كده أو عكس كده، بيقول إن البدء كانت قوانين الطبيعة وتطبيقاتها العشوائية هي اللي أوجدت هذا الكون. فيعني إذا كنت أنت عايز تحرجني أنا ما اتحرجتش. بعض الناس هتاخد الحتة ديت وتعملها في بعض الناس، انا عارف هيعملوها في اللي هو الشورت كده، مقطع شورت. هو مش في البدء كان الكلمة، مش في البدء كان اللوجوس، مش في البدء كان اللوجوس.
هو ده يعني دي الجملة الأولى في الإصحاح الأول من سفر التكوين، اللي هو أول الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض. يعني بكلمته. وفي في إنجيل يوحنا بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان عند الله. نعم، الكلمة هنا أو دي الكلمة هي الله، والكلمة هي الله برضه. وكان الكلمة الله. في الكلمة في اللغة اليونانية لوجوس، ودي بتعني عقل قادر على الفعل. واحنا يعني تعرضنا في المقال الأول عقل قادر على الفعل. الحقيقة احنا محتاجين نرجع الرؤية دي للجزء الأولاني من الحلقة دي للناس اللي ما شافتش الجزء الأول من المقال ده، ونسمع من أول وجديد، نسمع الاثنين مع المقال، المقال في منتهى الأهمية بجزئين بتوعه موجود، وهتلاقوا في دايما في بطاقة، هتلاقي في الفيديو اللي هيوصلك للجزء الأولاني، يعني دايما هتلاقوا الجزء الأولاني من أي حاجة فيها أجزاء، هتلاقي مرتبطين ببعض على القنوات بتاعتي. نكمل مع بعض هذا المقال العظيم، واحنا فضلنا يعني مش كتير. في الواقع لا تكون النظريات والأيديولوجيات صافية الانتماء لأي من النقيضين، مركزية الكلمة ومركزية الفعل، دول نقيضين، مركزية الكلمة ومركزية الفعل دول نقيضين. فاحنا بنقول في الواقع لا تكون النظريات والأيديولوجيات صافية الانتماء لأي من النقيضين. يعني ايه الكلام ده؟ ايوه، يعني هي ايه؟ يعني الايديولوجيه مثلا الماركسيه، الايديولوجيه الماركسيه ده راجل بيدعي ان هو اخذ من الواقع، وكتابه اسمه الماديه الجدليه، او نظريته اسمها الماديه الجدليه، على اعتبار ان الجدل الواقعي بيقود الإنسان من النظام، يعني أو المجتمعات الزراعية إلى الصناعية إلى الشيوعية والحتمية التاريخية لهذا الجدل. هو بيدعي أنه خده من الواقع، إنما هو مزجه بشطحات من دماغه. الحتميات دي بتاعته دي بشطحات من دماغه، اللي بيديك فكر يعني أخروي وتصورات للعالم الآخر. هل التصورات دي للعالم الآخر فعلا منفصلة عن الواقع انفصال تام؟ لا، زي ما تكلمنا في الحلقة الأولى إن تصوراتنا للملائكة ما هي مأخوذة من تصوراتنا للبشر والطيور، وركبنا ده على ده. أيضا الشروط الموضوعة لكي يكون لك نصيب جيد في العالم الآخر، وزي مثلا في العقيدة المصرية القديمة، إن عشان يعني قلبك يطوف وتبقى أنت من الجيدين اللي هيرجعوا تاني يعيشوا في الحقول المصرية الخضراء الجميلة زي ما قلنا. الشروط الموضوع إيه؟ ما هتلاقي شروط إيه؟ يقول لك أنا لم ألوث ماء النيل، أنا لم مش عارف إيه، ما قتلتش حمار جاري، انا ما عملتش ايه، كلها ما هي حاجات. اهو صحيح فكر اخروي مفارق للواقع، انما تلاقيه بيتضمن شروط وبيتضمن وصايا من الواقع، وهي جيدة فعلا من الواقع. بيتكلم على عدالة وما ظلمتش حد، ايه او الوصايا العشر، ما هتلاقيها معظمها وصايا حلوة ومتاخدة من الواقع. فما فيش حاجة، يعني أنا قسمت يعني التقسيمة اللي احنا قسمناها دي عشان نفهم إن في فكر منفصل أو متسامي عن الواقع، وفي فكر واقعي. التقسيمة دي عشان نفهم، إنما اللي حصل فعلا إن بتلاقي أي فكرة بتلاقيها ممزوج منها، إلا طبعا الأفكار الرياضية والفيزيائية اللي جوه المعمل دي، خلاص دي ما فيهاش حاجة. إنما الفكر الإنساني عموما هتلاقي فيه نسبة من دي ونسبة من دي، واختلاف النسبة هو اللي بيفرق بين كلام وكلام. يعني الفرق بين كلام أحمد حرقان
هتلاقي نسبة منه مثلا 90% علمي و10% هاتش، وتيجي عند كمال غبريال تلاقي 90% هاتش و10% ايه كلام علمي. فيبقى كلام كمال غبريال بيصنف في الهاتش، وكلام احمد حرقان بيصنف في الكلام العلمي. هي فرق بس النسبة، ان مفيش حاجة بيور كده او بيور كده. نعم، كان في سؤال، حد باعت سؤال؟ هو في كان في السؤال ده اللي هو عن في البدء كانت الكلمة، وكان حد عايز تفسير برضو في الكتاب المقدس، فاحنا اعتقد وضحنا النقطة دي. نرجع نكمل بقى المقال. الصوت راح كده يا أحمد. اه سمعني كده؟ اه سمعني ولا مش سمعني؟ يمكن جالك عشان ده التليفون. أنا هحاول أطلع وأدخل تاني. اوكي، اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. الاصدقاء اللي بيقولوا يعني اللي مش فاهم لسه او مش مواكب يعني يبدأ يرجع للجزء الاولاني. لو ايوه رجعنا للجزء الاولاني هنفهم. سامعني كده؟ ايوه تمام كده. اه تمام، جميل جدا. نكمل بقى. نكمل هنا. احنا وصلنا لل خلصنا النقطة بتاعت مركزية لا تكون النظريات والأدبيات الصافية الانتماء لأي من النقيضين، مركزية الكلام مركزية الفعل، ويعتمد التصنيف على النسبة الغالبة لكل مكون منها، مع ملاحظة وجود نظريات نصنفها متسامية رغم يعني قيامها على استخدام بعض حقائق من الواقع، وذلك لقيام العقل الذي صاغها بانتقائها تعسفيا. من بين العديد بين من العديد علاقات من الواقع. حقائق الواقع متجاهلا ما عداها. يعني هنا دي الحقيقة بتبقى في تفكيرنا كلنا، يعني الحقيقة الحتة دي، ان انا عندي فكرة، يعني احمد حرقان جالي فكرة ومجمع من حقائق الواقع ما يؤيد الكلام ده، واهمل ما ضد فكرته من أحداث أخرى، أحداث أخرى. دي مشكلة الحقيقة بنلاقيها. وآخر حاجة نقولها عشان نهيج الناس علينا ولا بلاش؟ لا آخر نقول حاجة يا ريت. يعني أنت تحب تهيج. آخر حاجة شفنا فيديو للراحلة شيرين أبو عقلة، النعش بتاعها، وشفنا الفيديو بيبدأ لنا من إن عساكر إسرائيليين بيضربوا حامل النعش، والنعش كاد أن يسقط، كاد أن يسقط ابتدى أن يسقط. الحقيقة الفيديو صادق جدا، طبعا. لأنه صورة أهو، بس الفيديو جاب لي الحتة دي. ما جابليش الحتة اللي قبلها، ايه اللي حصل عشان العساكر يعملوا كده يعني. يعني ايه اللي حصل عشان ما اسكن يعني. نعرفش، ما نعرفش يعني، ما نعرفش. انا بحثتش في الموضوع وما اعرفش، انما يعني ده مجرد نموذج، لانك انت تجي لي من الواقع تقول لي كذا 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 عشان كذا 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 كذا. طيب ماشي، ما يعني دور في الباقي، دور في الباقي، شوف الباقي ده، ما يمكن فيه الباقي ده ضد كلامك، وانت واخد زي ما بيقولوا مقتطعه من السياق، او خدت يعني بلاش خدت مقتطعه من السياق دي، عشان ريحتها وحشه وسمعتها وحشه، لان كل ما تقول لواحد حاجه يقول لك دي مقتطعه من السياق. انما انت ما اخدتش كامل الواقع. يعني احمد حرقان طرأت في دماغه فكره ووجد لها في الواقع ما يؤيد، وجد لها 5 نقط في الواقع تؤيد، بس لما جه يحكيها لكمال غبريال، راح كمال غبريال جايب له من الواقع 500، هو جايب خمسه، جاب له 500 ضدها من الواقع. فندور، اللي بيدور على الحقيقه غير اللي بيدور على
إثبات إن دماغه حقيقة. يعني هذه إحنا مشكلة الانحياز التأكيدي. الحيز التأكيدي. ماشي، كمل بقى عشان نخلص المرة دي من المقال، قربنا نخلص أهو. ثم تدخله في الربط بين ما في الربط بين من تقاه بعلاقات مفارقة وتعسفية، ليخرج علينا في النهاية بنظرية طوباوية مثالية رغم ردائها المادي، ردائها المادي، رغم ردائها المادي. لان انا عقلي من الاول عايز يثبت كده. يعني انا قعدت في برج عاجي استخرعت استخراع، وجيت نازل من البرج العاجي، نزلت على السلم ونزلت الى الحقل اجمع اثباتات لما توصل اليه عقلي من استخراع وانا في البرج العاجي، وجيت جايب كل ده وحطه في صندوق ورحت بيه للناس اعرض عليهم. انما فاتني ان اشوف بقيه الحقائق اللي في الواقع اللي قد تؤيد، يكون في كمان تأييد تاني كمان حاجات انا ما جبتهاش، وفي ولا في كمان حاجات معارضات تقلب الموضوع خالص، تقلب الموضوع خالص. فهذا الفرض التعسفي بيخلي اي نظريه يكون شكلها انها واقعيه ومستمده من الواقع لا، ينقلها من هذا التصنيف إلى تصنيف استخراع، استخراع عبقرية حضرتك، حضرتك اللي مخترعها من دماغي. الإخوة اللي بيعلقوا على موضوع النعش، صديقنا العزيز وصديقتنا الأستاذ كمال ما قالش إن النعش اعتدى على الإسرائيليين، وما قالش حاجة، ما قالش أي رأي في الموضوع، وقال إن الصورة وصلت لنا من أول النقطة دي. هو بيلفت نظرنا لأن الصورة لازم نشوفها كاملة، لكن هو بيقول أنا ما شفتش الصورة كاملة، أنا شفت جزء من الصورة، ما أعرفش إيه اللي حصل، لكن هو ما قالش إن النعش اعتدى ولا فسر أي حاجة ولا حاجة. بيقول لما نيجي نشوف أي صورة برغم كل نضع انحيازاتنا العاطفية جانبا ونشوف الموضوع بشكل كامل علشان نبقى، لكن هو مش ما قالش ان هو مع مين ولا مش مع مين، وهو يعني الكلام واضح يعني اعتقد، فما تحملوش الكلام فوق طاقته من فضلكم يعني. وخير مثال لنا هو المادية الجدلية لماركس، لم يكن كل ما انتجه الفكر المحض مجرد اوهام، بل استطاع الإنسان في بعض الأحيان أن يتخيل ما أثبتته التجارب بعد ذلك. ديموقريطوس. مثل نظرية الذرية لديمقريطوس. ديموقريطوس ده، اهو ديموقريطوس ده يعني اللي عمله الحقيقه يغلطني في كل المقال بتاعي ده. بس حاجه صدفه يعني. ديموقريطوس ده كان يعني حوالي ممكن 400 500 مش عارف بالتحديد قبل الميلاد، وما كانش فيه لا علم ولا كان فيه العلم بمعناه الساينس، ما كانش فيه. الراجل ده فعلا قاعد يفن وقال لك الأجسام مكونة من ذرات، عبارة عن ذرات. الحقيقة فكرة عبقرية جميلة قوي، أثبتها العلم بعد كده بقى، وعمل صور للذرات وعرف الذرات دي مكونة من ايه ومن ايه وايه. يعني العلم تطور بيها تطور يعني كبير جدا. بس يبقى ان ديموقريطوس يعني قدر يعني مخه بس، مخه في حتة تانية برضو بتنسب لديموقريطوس، بس هي مش من مخه قوي لانها برضو من التجربة، اللي هو انت لا تنزل نفس النهر مرتين، دي مشهورة عند ديموقريطوس، أنت لا تنزل نفس النهر مرتين، لأن في كل مرة أنت بتنزل بتكون في مياه متجددة. يعني أنا نزلت نهر النيل في حتة في الجيزة مثلا كده، أما أجي أنزل تاني طب ما في مياه تانية غير اللي نزلت فيها أولاني، ده حتى كمان قاع النهر بيحصل فيه نهر مع سير المياه. فحتى رسمة ده يدل على التغيير في الحياة، الحياة دايما متغيرة، مفيش حاجة ثابتة يعني. فالحقيقة الراجل خواجة ديموقريطوس ذكر راجل عسل يعني، وكلامه بيغلطني يعني. بس ده راجل صدفة يعني. ماشي كمل يا
لم ننكر في مقاربتنا هذه إيجابيات منهج مركزية الكلمة عبر التاريخ، يعني ليه إيجابيات رغم ضخامة سلبياته. فربما كان بمثابة أجنحة حلق بها الإنسان فوق عصور الظلمة. إذا كانت الشعوب المتقدمة قد انتقلت بهدوء في معظم الوقت إلى مركزية الفعل، فإن المأمول أن تفعل باقي الشعوب ذلك تدريجيا. نعم، يعني في إيجابيات في منهج مركزية الكلمة رغم ضخامة سلبياته. ليه بقى؟ فربما كان بمثابة أجنحة حلق بها الإنسان فوق عصور الظلمة. أستاذ كمال سمعنا؟ ايوه سامعك دلوقتي، بس مش عارف بيحصل، يعني معلش، بضطر اطلع وادخل تاني، مش عارف اشوف الحكايه دي ايه. في حد بيتصل بيك أكيد على التليفون، ممكن يكون لا حد بيرن عليك مثلا. لا مفيش. ماشي اتفضل. طيب، في إيجابيات برغم ضخامة سلبيات منهج مركزية الكلمة ده. في إيجابيات بتقول، لا بتقول ربما كان بمثابة أجنحة حلق بها الإنسان فوق عصور الظلمة. يعني إيه؟ يعني اما يكون الجهل تام، ف يعني خيال الانسان كان بيذهب الى مناطق يعني انفلات وفي نفس الوقت كان بيقدر يتوصل الى افكار يعني حلوه تعينه في حياته، ما كانتش كلها هكس يعني. وأقرب مثل يعني اللي كنا بنتكلم عليه ده ديموقريطوس، ده راجل فيلسوف من اللي هم يعني بتوع الأبراج العادية، قدر يعرف الذرة وقدر يعرف التغيير، إن إحنا في كون دائم التغيير، وإنك لا تنزل نفس النهر مرتين. دي ما هي حكمتها، يعني حكمة التغير، إن الدنيا بتتغير وإن لازم أنا أتغير مع الدنيا، يعني مش مجرد عبارة بس حكاية نهر وتنزل مرة ولا اتنين. فالإنسان في انطلاق خياله في المرحلة دي، ما هو قدر يعمل حاجات يعني حلوة، وراح لخيالات وأوهام يعني اللي بنسميه دلوقتي هاتش. العيب مش على الإنسان اللي أنتج الهاتش، العيب على اللي جاي في زمن العلم ومتمسك بالهاتش. العيب على المتمسك بالهاتش في زمن يعني العلم العلم. نعم، لم ننكر في مقاربتنا هذه إيجابيات منهج مركزية الكلمة عبر التاريخ رغم ضخامة السلبيات، فربما كان بمثابة أجنحة حلق بها الإنسان فوق عصور الظلم. إذا كانت الشعوب القديمة أو المتقدمة قد انتقلت بهدوء في معظم الوقت إلى مركزية الفعل، فإن المأمول أن تفعل باقي الشعوب ذلك تدريجيا، بحيث تنسحب من مركزية الكلمة بذات معدل تزايد قدرتها على تفعيل نهج مركزية الفعل. ذلك حتى لا تتصدع مجتمعاتها تحت ضغوط تغيرات لا تكون الأرض ممهدة لاستقبالها. عشان كده بتقول تدريجية. تزايد بنفس معدل الايه، بذات المعدل بتاع تزايد قدرتها على تفعيل النهج مركزية الفعل. يعني مش هاجي اديها على دماغها واقول لها، يعني فجأة كده ما تجيبش نتيجة الحكاية دي. عشان ما لا. تتصدعش المجتمعات تحت ضغوط تغييرات لا تكون الأرض ممهدة لاستقبالها. نعم. يعني انا هنا يمكن شوية يعني. وهذا لا يعني الاستكانة لواقعها المتخلف، لا، وأن تستمر ما هي فيه. فتأخر عملية الانتقال باهظ الثمن. سوف نناقش في الجزئين التاليين من هذا المقال بعض ما يلح على العقل الشرقي الآن من تراث مركزية الكلمة، ما يمكن تشبيهه بحجارة مقدسة تعترض نهر الحضارة المتدفق من الشمال إلى صحراواتنا. فسوف نتناول مفاهيم الهوية ثم الخصوصية والذاتية. نعم، هي استمتعنا جدا بهذا المقال أو هذا الجزء.
من المقال، وأعتقد أنه جدير بأن احنا نسمعه كمان مرة. يعني الأصدقاء، دي نصيحة مني ليكم، نسمع يا ريت مع بعض. يا ريت. يا ريت. والميزة أن احنا ممكن نسمع بقى في أي وقت مقالات زي كده، ممكن نسمعها واحنا سايقين العربية، ممكن نسمعها واحنا بنحاول ننام، مش عارفين ننام لحد ما ننام كده يعني. فممكن نسمع الحاجات دي تاني، لأن المقال ده مهم جدا ومركز وتأسيسي يعني. الحقيقة أنت الفضل لك، يعني أنا كان رأيي إن الموضوع ده يعني مش موضوع فيديو، لأنه محتاج يعني تركيز شديد من اللي بيقرأ، ويقرأ مرة واثنين وثلاثة. نعم، لكن الفيديوهات يعني بتشجع اكتر حتى. وعلى فكره ممكن نقرا المقال برضو اللي موجود في موقع الحوار المتمدن، والرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو. هو قراية المقال مع شوفان الفيديو هيبقى مفيد مفيد جدا، جدا مع الشرح. بالظبط. هيبقى مفيد. احنا ممتنين جدا استاذ كمال، يا أهلا جدا بيك يا جدا حبيبي. على هذا الحضور يعني، وعلى هذا الشرح الجميل، ونشكرك. وهنلتقي جميعا مع الأصدقاء في حلقة قادمة، يعني ربما الأسبوع المقبل، يعني الخميس المقبل. يعني احنا عادة بنتقابل كل خميس، إلا إذا طرأ حاجة ممكن نغير معاه. شكرا جزيلا، يا أهلا بك، إلى اللقاء. مع السلامة.